بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ما زلنا مع حضراتكم بنعرض إسهامات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن في حفظ السنن النبوية الشريفة وتعليمها للمسلمين والمسلمات. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لم يتلقوا السنن فحسب، يعني مش أخذوا بس يحفظوا السنن عن رسول الله، ده مش كده وبس، ده هم عاشوا هذه السنن وشاهدوها ثم قاموا بعد ذلك بروايتها وتعليمها للناس جميعا رضي الله عن أمهات المؤمنين. وإحنا بنذكر بأننا بدأنا هذا الرد على منكري السنة المطهرة، وإحنا في رحلتنا معاكم في التفسير الموضوعي لسورة الحج. وكانت الحقيقة الصدفة العجيبة أنه أثناء شرح باقي الآيات اللي احنا بنستمع إلى تلاوتها يوميا مع حضراتكم من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، إلى نهاية هذه الباقة اللي احنا كنا في صدد التفسير الموضوعي الخاص بهذه الباقة، لأنه زي ما حضراتكم عارفين كل سورة قرآنية إحنا بنقسمها إلى باقات بحسب الرابط الموضوعي بين سياقات الآيات داخل هذه الباقة، وهكذا إلى أن إحنا بننتهي من التفسير الموضوعي للسورة. وهو ده المنهج اللي إحنا ماشيين عليه من زمان في محاولة تدبر معاني آيات القرآن الكريم، بنربط بين الباقات داخل السورة، وكذلك بنحلق في القرآن الكريم إذا ما أثارت هذه الباقة موضوعات عدة، فبنحلق في أنوار الوحي الشريف في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة لنفيد من المعاني التي تمليها وتشاع بأنوارها باقات السور القرآنية أو باقات الآيات داخل كل سورة
قرآنية. أثناء الرحلة بتاعتنا في شرح هذه الباقة ظهر بعنف الناس اللي بدأت تشكك في السنة الشريفة، وبدأوا إن هم يطعنوا في ثبوتها وصحتها. فالحقيقة توقفت عند هذا الكلام الباطل وما قدرتش إن أنا أكمل في التفسير، أنا وقفت لغاية هنا على أساس إن شاء الله إن إحنا هنكمل رحلتنا بتيسير الله تعالى وإذنه في التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم. لكن من العجيب إن الباقة اللي أنا واقفة عندها كانت مطلعها وإن يكذبوك، وجدت الحقيقة والكلام لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت إن هؤلاء القوم اللي واقفين ضد السنة النبوية، هؤلاء القوم الذين لا يفقهون قولا ويتكلمون بغير علم، هم أشباه هؤلاء الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال من ذكرتهم الآية الكريمة. لأن التكذيب بالسنة الشريفة هو في حقيقته تكذيب بالقرآن الكريم. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده إن أساس التكذيب بالوحي عموما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ده عمل استشراقي، وإحنا ذكرنا ده بالتفصيل وأسماء أشهر المستشرقين اللي خاضوا في ذلك في حلقة من الحلقات اللي احنا يعني مخصصينها ان احنا نعيش فيها في رحاب السنة النبوية المطهرة، وبنبرز فيها جهد المسلمين الأوائل منذ زمن النبوة الشريف بما في ذلك بيت النبوة أمهات المؤمنين، ازاي هم حافظوا على هذه السنة النبوية المطهرة وكيف كمان نشروا أنوارها في العالمين. الحقيقة إن إثارة الشبهات ضد السنة النبوية المطهرة وديمومة الطعن فيها ومحاولة الغض والتقليل من قدرها والطعن فيها على أنها لهؤلاء يعني لا ينظرون إليها على أنها الوحي الثاني، وهي حقا الوحي الثاني، ده عمل استشراقي أريد من ورائه التكذيب بالقرآن الكريم. يعني هم مدخلهم للقرآن السنة، فالنهاردة هو يعيش ويعمق لفكرة معينة ولن يستطيعوا، لكن هم يغبشون ويشوشون على المسلمين وعايزين يقولوا ما فيش سنة وإحنا الاعتماد كله على القرآن عشان كل واحد يمشي على هواه، ويطعنون في السنة وهم لا يعلمون أنهم بهذا الطعن هم يريدون ذلك طريقا وسبيلا إلى التكذيب بالقرآن الكريم. مثل هؤلاء بينكروا الوحي، فكرة الوحي لأنه غيب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا عن طريق الوحي الذي يأتي بالقرآن، أعلمنا بالقرآن وبالسنة النبوية المطهرة. فريق كبير من الغرب بينكر كل ما غاب عن الحس، هو ينكره، فهم ينكرون الوحي لأغراض، أكيد لأغراض عدة. وأشرت على حضراتكم قبل كده أنه إنكار الوحي ده درجات، أقصى صورة لإنكار الوحي هو الكفر، ده أقصى صورة، وبيندرج تحته درجات من الإنكار والتكذيب بالوحي، اللي هو مثلا زي الإنكار بالكلية ده الكفر، الإنكار بالكلية لما جاء به أي رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، الصورة دي صورة الكفر، ودي اللي ذكرتها الآية الكريمة كتسلية لفؤاد النبي الكريم. يعني حينما يقص علينا القرآن الكريم أمثال هذه الأمم المكذبة بالوحي، بجانب إنه في هذا القص كان تسلية لفؤاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من تكذيب قومه، ده شيء لابد منه، لأنه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حامل لواء الحق، فلما الصادق يكذب ده شيء مش سهل. فلما يأتي القرآن ليسري ويسلي عن فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام لما يلاقيه من تكذيب قومه، وكمان وكذلك ليبين للمؤمنين إن أعداء الوحي يعني أو إن الوحي له أعداء في كل زمان، وإنه أعداء الوحي مش لازم بس يكونوا من المشركين والكافرين اللي هم المخالفين لنا في الاعتقاد المنكرين تماما للوحي، لا، إن إحنا ممكن هنشوف ده حتى من بعض المسلمين، إن إحنا نشوف بعض هذه التصرفات من بعض المتأسلمين تحت دعوة التنوير. قول الله تعالى في سورة الحج وإن يكذبوك، التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به من عند ربه درجات، درجات لها صور مختلفة في عالمنا المعاصر، ما زال يكذب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما وقفنا عند هذه الباقة وكانت صدفة عجيبة أنه تستهل الباقة الخطاب فيها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوك، كان لابد من الوقوف للرد على من يكذب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما زال يعمل أعداء الوحي على التشكيك في السنة. وكل مكذب على حسب الحالة بتاعته، هناك المنكر التام بالسنة النبوية المطهرة اكتفاء في ظنه بالقرآن الكريم الذي حمل القرآن إلينا، هم الصدور والسطور التي حملت هي من حملت كذلك السنة النبوية المطهرة. فإذا أنا طعنت بالسنة طعنت بالقرآن الكريم. وهناك من يشكك، نمط تاني من الناس انه يشكك في نسبة الأقوال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من باب انه عايز يسعى الى توثيق الرواية مثلا، وده علم كبير في مصطلح الحديث، لا مش بيسعى الى توثيق الرواية، انما هو بيغبش من باب التشكيك وانه يشكك المسلمين في صحة والسنة النبوية المطهرة، وان ما فيش سنة زي ما بيقول، او يدعي هؤلاء الذين لا يفقهون قولا. هناك من فريق تاني بقى خالص اللي بيشتبه عليه يعني تأويل بعض الأحاديث، يعني عنده جهل باللغة العربية، مش فاهم أساليب العرب في التعبير، مش فاهم نوع الحديث نوع الرواية، هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام أم رواها وصف من الصحابي لحال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، أنواع السنة حتى مش عارفينها، الرواية دي من قول الصحابي أم من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وده علم كبير جدا. فيبقى هو مش فاهم الرواية بتتكلم عن إيه، فيوهم للناس بالطعن في السنة النبوية المطهرة. وده وغيره يعني أنماط كتيرة جدا هي من قبيل التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما بنأكد على مسألة مهمة عشان لا يخرج علينا هؤلاء الذين لا يفقهون قولا، ويقول لك انت بتحجر علي ان انا افكر وبتحجر علي ان انا ابحث، مش لما تكون باحث الاول، لما الانسان يدعي انه من اهل الفكر ومن اهل البحث، اولا ينتسب الى بيئه علميه عشان اقدر اميز وافرق بين من هو باحث معتمد في جامعه وبين هاوي ومثقف فارق. وإلا بقى إحنا بقى نقعد بقى في البيت، اللي درسوا وتعبوا دول يقعدوا عشان اللي جاء على مزاجه أنه ينكر السنة دون دراسة ودون فهم. لازم نفرق دايما بين طالب العلم المتخصص. طالب العلم المتخصص ده اتعلم بطريقة أكاديمية، يعلم يعني إيه منهج بحث عشان يقدر يراجع ويوثق الحديث الشريف، ويقدر من خلال المنهج بتاعه يفهم ويصل إلى تأويل معاني الحديث، وإذا كانت هناك أحاديث متعارضة المشكل الحديث إزاي الطريقة العلمية اللي اعتمدها أهل العلم في فهم ما قد يبدو إنه متعارض فيما بينه، علم عميق وغزير. لابد إن أنا أكون لي يد كبيرة إني أجلس مجلس التلميذ من الأستاذ، لأتعلم قبل أنقد، لأتعلم قبل أني أخرج على الناس وأقول لا 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 ما فيش سنة وأنا لا أثق في السنة، إنما أنا أؤمن بالقرآن. ما أنت قدام أنت وغيرك هتقول أنا لا أؤمن بالقرآن، ستصل إلى هذا. يعني لما أمرنا في القرآن الكريم بأن احنا نأخذ ما أمرنا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، منين؟ إذا كان هو المشرع وهو المبين وهو الموضح لما جاء في القرآن مجمل، يعني ما جاش فيه تفصيل تيجي السنة تفصله، تيجي إشارة عنه في القرآن يجي النبي يورينا الصلاة ذكرت في القرآن الكريم وتفصيلها في السنة النبوية المطهرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان القدوة بتاعتنا صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما فيش حاجة سابوها إلا حفظوها في الصدور وفي السطور. هناك فارق بين طالب العلم الباحث الجاد الذي التزم المكان العلمي وبحث في المكان الأكاديمي الصح الذي يتلقى فيه العلوم والمعارف عشان يقدر
الجامعات فيها أماكن كثيرة وفيها مناهج كثيرة، في حاجة اسمه منهج النقد والتحليل، أقدر أخد المنهج ده بعد ما أدرس وأتخصص وبعدين أقول إن أنا هنهج منهج النقد. وأعرض كل أفكارك على الأساتذة وتدرج في المسالك العلمية حتى إحنا نبقى عندنا قدرة على إن إحنا نسمع بعد أن يدرس ذلك الذي يدعي هذه الأغلوطات الكبيرة، اللي غرضه علم غير اللي غرضه التشكيك والطعن، تنفيذ للي بيسوقه ويقوده إلى إنه يلهي الشباب عن التعلم الحقيقي والبحث الجاد، وإن إحنا نلهي الناس بإن إحنا نثير أمور من وهميات عشان بدأ الناس تنصرف عن الحق وعن القضايا المهمة اللي هم فيها واللي هم عايشينها، وإن إحنا نشوش عليهم وإن إحنا نعمل إشاعة فوضى فكرية تبعد الناس عن النور المبين. لذلك ما زلت في رحلتي مع السنة النبوية المطهرة لنرى كيف قيض الله تعالى لها رجالا ونساء لحفظها وتوثيقها وتعليمها، سواء للي عصروهم في زمانهم أو لمن جاء بعدهم، لأن اللبنة وضعت في زمن النبوة الشريف وليس كما يقول المستشرقون ويتبعهم أهل الجهل إنه لا ده اتكتبت في القرن الثاني والثالث، وكأن المسلمين دول عملوا سيمينار كده أو مجلس أو اجتماع وقعدوا يألفوا السنة. هذا ما يردده أهل الاستشراق، بعض أهل الاستشراق، وجاء بعدهم وطبعا ليهم مآرب من وراء ذلك، لهم مآرب كبرى بعد ما أفادوا من علوم المسلمين ومناهج المسلمين وطلعوا علينا بكثير والكثير من الأمور اللي بينسبوها لنفسهم وفي أصلها هي تعود إلى أهل الإسلام وإلى إلى العقل المسلم. هذا العقل العظيم اللي القرآن الكريم نظم عقلية المسلم، شكل منهج في طريقة التفكير وطريقة التطبيق، كل ده تبلور في زمن النبوة الشريف، وبدأ يعني هذا العمل الطيب يزدهر كل عصر، كل عصر يأتي وراءه يبقى فيه ازدهار. عشان كده احنا استكمالا للعمل اللي احنا بدأناه من التأكيد على حفظ الله تعالى لسنة نبيه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع حضراتكم في صحبة أمهات المؤمنين عشان نعرض دورهم الجليل والعظيم في تعليم السنن للمسلمين والمسلمات. كل زوجة من زوجات النبي الكرام عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام تفاصيل الحياة بكل دقة، تلقوا العلم بالطريق المباشر، كان النبي يجتمع بيهم ويعظهم، وتلقوه عن طريق ملاحظة حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في معيشته وفي أسلوبه معهن رضي الله عنهن ومع الناس ومع أبنائه ومع كل ده هم معشوا، تلقوا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايشوا السنن مع حضرته صلى الله عليه وسلم، وشافوا من أحواله الكثير والكثير، فكنا رضي الله تعالى عنهن معلمات للأمة نساء ورجالا. وإحنا عرضنا بالترتيب بحسب كم الرواية، واليوم النهاردة إحنا مع أمنا السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا صفية هي ابنة سيد بني النضير، يعني سيدة في قومها، وهي نسبها بيعود أو هي من سبط اللاوي. اللاوي ده ابن نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بعد كده هي من ذرية رسول الله هارون عليه وعلى نبينا وعلى سيدنا موسى الصلاة والسلام. يبقى هي كانت يعني تدين اليهودية، وكانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهي من نسل سيدنا من سبط اللاوي ونسل سيدنا هارون كذلك، وكانت متجوزة رضي الله عنها سلام ابن أبي حقيق، وبعد كده تزوجت من بعده كنانة ابن أبي حقيق، والاتنين كانوا من كبار شعراء اليهود. الأخير زوجها ده قتل كنانة في يوم خيبر،
وكان يوم بقى يعني فتح الله تعالى فيه للمسلمين وقتل، وكانت هي لسه متجوزة، كانت لسه عروس، فسبيت صفية، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام عنها فاصطفى لها بنت سيد قومهم وإن هي كذا وكذا، فاصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. طبعا هو خيرها بين أن تبقى على دينها أو أن تدخل الإسلام، فاختارت الإسلام، ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العتق بتاعها صداقها. كانت ستنا صفية رضي الله تعالى عنها امرأة شريفة عاقلة، زي ما قلنا كانت ذات حسب ودين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمها جدا ويحنو عليها، يعني حتى لما تطلها غيرة بعض نسائه منها كان النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنها وينافح عنها صلى الله عليه وسلم. كانت ذات حلم ووقر، ما كانتش غضوبة، كانت هادية، كانت ساكنة، ومن الشواهد حتى على كده أنه عتقها للجارية اللي راحت تفتري كما قيل، أو ورد في بعض كتب السير أنها تقول بعض الكلام عنها لسيدنا عمر، أنها ما زالت تحب السبت اللي هو يوم اليهود، وتصل القرابة بتاعتها من اليهود، ولما هي تكلم مع سيدنا عمر في ذلك يعني المسألة الأولى خاصة بيوم السبت، قالت أبدلني الله خيرا منه الجمعة، وأما صلتي باليهود فلأنه لها نسب معهم ودول لها علاقة بهم عن طريق أن دول أهلها. ولما عرفت ستنا صفية أنه لما سألت الجارية لماذا صنعت ذلك، فإن قالت لها أن الشيطان وسوس لها بذلك، فعفت عنها، وعشان تكظم غيظها أعتقتها في سبيل الله، كما ذكرت وروت ذلك كتب السير. وروت ستنا صفية باقة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليها زي بقية أمهات المؤمنين تلامذة قاموا برواية ما حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ستنا صفية كمان كان بيجيلها النساء من كتير من البلدان، من الكوفة، من غيرها، عشان يجوا يسألوها ويتعلموا منها، فكانت كباقي أمهات المؤمنين تعلم العلم، وحدثت يعني حدث عنها الكثير، زي علي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث وكنانة مولاها اللي كان بيشتغل عندها وغيرهم. وروت ستنا صفية في العديد من أبواب العلم، زي ما روت في باب الاعتكاف، وده حديث شهير جدا، والحديث ده اللي هو اللي اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم. وفي معنى بقى المعتكف بيخرج لحوائجه إلى باب المسجد، إنه الإنسان وهو معتكف يقدر أن يخرج في قضاء الحاجة ويرجع مرة تانية، وفي استحباب من رؤية خاليا بامرأة، إنه لو واحد واقف مع واحدة مش واضح الواحدة دي من قرابته، سواء كانت زوجته أو محرم من محارمه، يعني إنه هو يقول مين اللي معاه ده، يقول دي فلانة، يعرف الناس، زي الرواية دي اللي بتروها لنا السيدة صفية رضي الله تعالى عنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتحكي لنا إنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تزوره، وهو كان في المعتكف بتاعه في المسجد، كان ده في العشر الأواخر من رمضان، لأنه النبي كان يعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. وبعد ما كلمت مع النبي وشافت هي عايزة إيه وكده، بعد كده قامت تنقلب، يعني تروح، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عشان مشي معها يوصلها، حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ماشي كده قرب الباب بتاع حجرة ستنا أمنا أم سلمة، مر بالنبي عليه الصلاة والسلام رجلان من الأنصار، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ. ليه نفذ بسرعة كده؟ شافوا النبي واقف مع امرأة، هو يبدو إن هي ما كانتش واضحة إنها زوجة من زوجات النبي، هم شايفين إنه النبي عليه الصلاة والسلام تحدثه امرأة، فلما شافوا الحال كده راحوا على طول ماشيين بسرعة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي وقفهم، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، استنوا استنوا انتوا رايحين فين؟ فعرسلكم إنها صفية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إنه الإنسان ما يحطش نفسه مواطن الشبهة،
لأنه هي ما كانتش واضحة أنها صفية، فذكر بأنها صفية رضي الله تعالى عنها، وقال على رسلكما، هم بقى اتخذوا الاثنين دول من الأنصار، قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. يعني هم عمرهم ما كانوا حيظنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن فيه عدو متربص، وإنه العدو ده من السهل إنه يقذف في قلب كل واحد منا أي شيء يثير ضغنته ضد أي إنسان، وإنه سريع جدا في الموضوع ده. فإحنا لابد إنه الإنسان ما يسيبش أخيه الإنسان فريسة لما يلقيه الشيطان في نفس أخيه. فقال على رسلكما إنها صفية، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يعني الوسواس أو الوسوسة وما يلقي به إبليس في نفس الإنسان سريع جدا، ويميل إلى سوء الظن في الناس. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين من سنته الفعلية والتي ترويها أمنا السيدة صفية، إن النبي وقف هذين الرجلين من الأنصار ليؤكد لهما أو ليظهر لهما أو ليبين لهما أن المرأة التي يحدثها أنها صفية. فتعلمنا من الحديث الشريف اللي بترويه أمنا السيدة صفية جواز خروج المعتكف أثناء اعتكافه لقضاء بعض أموره والعود إلى اعتكافه مرة أخرى، ده في الاعتكاف زي في الاعتكاف العشر الأواخر. وعرفنا أنه علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يضع الإنسان نفسه في مواضع الشبهات ويقول بقى لا أنا فلان مش المفروض يظن بي كده. لا، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنه الإنسان لا يضع نفسه في مواطن أبدا قد تفهم خطأ، إنما عليه أنه يجلي الأمور متى استطاع ذلك، أنه يظهرها، أنه لا يضع نفسه مواضع الريبة أو أنه يكون فيها أدنى نوع من أنواع الشكوك. أكيد أن الصحابيين الجليلين يعني لم يكون ليقع يعني في نفسهما شيئا، ولكن هو النبي عليه الصلاة والسلام معلم للأمة صلى الله عليه وسلم. أمنا صفية، يعني شوفوا أنتوا الرواية بتاعت الاعتكاف وهي بتوصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهي صاحبة الرواية، وبتروي لنا كمان في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا كم الدروس أو بعض من الدروس اللي ممكن نستقيها من الرواية اللي روتها في مسألة الاعتكاف، يعني احنا قلنا بنوع من الاختصار. شوفوا كمان فيما روته عن الصاع بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. ايه هو الصاع ده؟ الصاع ده هو ما يوزن به لمعرفة المقادير الشرعية، زي مثلا بيان كيفية أداء العبادات المرتبطة به كزكاة الفطر. الصاع ده ليه قدر معين بعد كده بيترجمه العلماء في العصر الحديث بناء على معرفتهم بقدر الصاع الخاص بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي بيوزن به هذه المكاييل المترتب عليها المقادير الشرعية في القيام بأداء بعض العبادات كزكاة الفطر مثلا، روتها أمنا السيدة صفية، كما روت في باب الدعوات، وروت أيضا أمنا السيدة صفية في حديث الجيش الذي يخسف به. وكانت ستنا صفية راوية للعديد من السنن التي لم يرويها أحد غيرها. كل أم من أمهاتنا من أمهات المؤمنين كانت ليها أحاديث خاصة بها غير الأحاديث اللي ممكن تشترك فيها مع بعض أمهات المؤمنين الأخريات رضي الله تعالى عنهن، أو أنه بيشترك فيها الصحابة مع أمهات المؤمنين وهكذا. لكن كل أم من أمهاتنا تميزنا بأحاديث خاصة بهن، وكانت السيدة صفية كذلك لها أحاديث التي لم يرويها غيرها، فكانت شاهدة على أحكام نقلتها للناس واقترن اسمها بها رضي الله تعالى عنها. كمان في عملية التعليم والتوجيه لم تكن رضي الله عنها يعني بتبخل بأي معلومة ولا تدخر جهداً في نصيحة الناس وهداية الناس ووعظهم وتذكيرهم بالله عز وجل. فكانت رضي الله تعالى عنها عابدة
ومن ذلك أنه كان في نفر اجتمعوا في حجرتها يذكرون الله، وطبعا لها حجابها لأنها أم من أمهات المؤمنين، فكانوا بيذكرون الله تعالى وبيتلوا القرآن الكريم حتى تليت آية من الآيات الكريمات كان فيها سجدة من سجدات التلاوة، فسجدوا فنادتهم رضي الله عنها من وراء حجابها قائلة: هذا السجود، يعني هو ده أنتوا قمتوا بالسجود، هذا السجود وتلاوة القرآن، يعني أنتوا قمتوا بتلاوة القرآن وسجدتم متى وجدتم سجدة التلاوة، جميل. وراحت قالت لهم: فأين البكاء؟ كأنها تريد أن تقول: أين خشوع القلب مع خضوع الجوارح رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن سائر أمهات المؤمنين. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم في كل وقت وحين. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة من القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا قناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا لأن الوقت النهاردة مش كتير، معلش أستاذة نورة مقدمة خدت وقت مننا. أستاذة نورة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي أستاذة نورة. ألو. أهلا بيكي أستاذة نورة، تفضلي يا فندم. دكتورة عاملة إيه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. آمين. بحب طريقة شرحك في القرآن، ميسرة جدا، الله يبارك لك. آمين آمين أجمعين يا رب، شكرا. أستأذنك يا دكتورة بس أنا عندي استفسار بسيط كده. أنا جوزي صراحة مش مقصر معايا خالص، الله يبارك له كل حاجة. أيوة. كانش بيته أو بره أو كل حاجة. بس عندي حاجة صغيرة، أنا والدي بس عنده جلطة، فببقى عايزه اروح لوالدي مثلا كل اسبوع كل اسبوعين. هو معايا مامتي ومعايا اختي وكده، بس جوزي مش بيحب يوديني باستمرار. يعني طب ما انت يعني انت كل اسبوع ده مش كتير، يعني معقول اروح اشوف ابويا كل اسبوع مره؟ يعني هو معترض على كل اسبوع؟ يعني كتير ان هو ان انا اسيبه مثلا كل اسبوع، ان انا انت لما بتروحي بتقعدي وقت كتير ولا معقول؟ ممكن اعباد واجيبه ثاني يوم او اقعد يومين. لكن لو رحتي زورتي كده ورجعتي مش هيقول لك حاجه؟ يعني هو عنده إن على فتره احسن، يعني عشان تعرفي تروحي تباتي يعني. هو مش عايزك تباتي من الاخر. مش عايز نبات من الاخر فعلا. بس لكن انا مش عارفه هل كده انا بطيعه تمام والدنيا تمشي، هو بس خوفا من الموضوع ان ايه، ان بعد شهر هو كده كده عارفين ان احنا كلنا هنموت، بس ايه ببقى خايفه ان هو يروح مني قبل ما انا اشبع منه. بس بكلمه الوالد، يعني الوالد ايه، الوالد قصدك ولا بابايا؟ بابايا عنده جلطه، فانا ببقى عايزه اروح اساعد مع ماما شويه اشيل عنها كده. ايوه مفهوم. طيب حاضر يا نور، شكرا. استاذه شيماء تفضلي. يا استاذه شيماء، استاذه شيماء، استاذ احمد، معلش تكلم. اهلا وسهلا يا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. الله يجزيك، الله يجزيك خير على اللي بتعملي. امين يا رب يا استاذ احمد، شكرا. بص ساعتي انا اختصر عليك عشان الوقت. اتفضل. انا متغرب 21 سنه بره في الخارج، ورجعت مصر، عندي بنت وحيده جوزتها وعملت بما يرضي الله وسطرناها وجوزت ومعها 3 اولاد. فجأة لقيتها اتطلقت. أنا إيه الطلاق؟ المهم وقفوني في الموضوع، فالموضوع خلص، لقيت الموضوع متفقين عليه والموضوع انتهى. جت اتخطبت، أنا معترض على الخطوبة مش معترض على الجواز. قلت لها ما ينفعش. لازم تتجوزي، مفيش حاجة اسمها خطوبة، واحدة متجوزة مع 3 عيال وواحد مع 3 عيال يتجوزوا بعض معاهم 6 عيال. جوازها فاشلة من أولها. المهم اختصارا للموضوع، جت اتجوزت من ورايا. تمام؟ الحمد لله. طيب رحت وكلمتها، قدر ما شاء فعل، ده جواز وده سطرة واحنا مش هنختلف على الموضوع ده. جوزها توفى بعد اسبوع من الجواز. رحت لها: ايه يا بابا في ايه؟ كانت تعبانه وبتاع. قلت له انتوا بتعملوه ده غلط، انا قلت جوازها فشل من الاول، لا شماته ده موت. طردتني من بيتها. تمام؟ مع ان هي خريجه ازهر وعارفه يعني ايه كل الله وكل رسول. المهم
قلت لها بنتي قبل ما شافها وتطلبيني انت محرمه علي اليوم الدين. المطلوب انا احرمها من مراس فلوسي انا مش هتاخد منها جنيه. هل يحق لي انا لان الفلوس دي فلوسي انا مش فلوس ابويا مش ورث ده يحق انا يعني على قدي في القران فانا قريت ان من حق وصيه لان ده مالي لا ورثيه لوارث. تمام يا ريت تفيديني بالموضوع بس يعني حضرتك انا عايز حضرتك تهدى يا استاذ احمد معلش انا عارفه انه امر صعب انه يعني الواحد يجد بنته تعمل هذا التصرف وهي خريجه ازهر دي مدرسه لغه عربيه مش مع الناس ممكن تبقى دارسه بس لا تطبق ما تدرسه يعني مش هي دي القضيه انا ممكن نسال الله انه ينفعنا بما علمنا يعني ده من الادعيه المهمه ان الانسان ينتفع باللي تعلمه ممكن الواحد يتعلم ويقف عند حد التعليم دون ان يطبق ما تعلمه فنسال الله السلام. طيب حضرتك عاوز تعمل وصيه لمين يعني لاي أعمل حد اعمل وصيه بالمبلغ اللي هيتبقى بعد وفاتي اللي هو اخواتي جزء وجزء لوجه الله ولا تاخد مني جنيه ولا انا حي ولا انا ميت. هل ده يحق ليا من نظره الاسلام والدين؟ حاضر يا استاذه شكرا وربنا يهديها. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل معلش عشان احنا مقدمة التفسير كانت واخدة وقت أكتر فهنطلع الفاصل وبعد الفاصل نبدأ في أرد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى وإذنه. أهلا بحضراتكم. الأستاذة نورة بتشكر في زوجها جدا لكن هو بيبقى دايما مقلق إنها أو مش عايزها تروح تزور أبوها كل أسبوع فبتقول والدي عنده جلطة وهي خايفة يحصل له حاجة وعايزة تساعد والدتها وبتقول إنه إن هي بتبات كل أسبوع فأنا قلت لها هو تقريبا مش عايزك تباتي قالت أيوة. طيب اللي عليه فقه السادة الحنفية السادة الأحناف وقلنا إحنا قبل كده إن الزوجة من حقها أنها تخرج لزيارة والديها كل أسبوع لكن من دون مبيت فأنا شايفة أنك ممكن يعني الإنسان دايما ما يبقى فيه خيارات ممكن تعمل مشاكل أشوف فين نقطة المشكلة وأحاول أتفاداها. هو الراجل بيتضايق أنك تباتي ممكن مش لازم أبات أروح أساعد والدتي وأقعد أغلب اليوم إن شاء الله أروح من بدري شوية بحيث أقوم بالحق ده وأقوم بالحق ده قدر طاقتي. هو لما يلاقيكي بتعملي كده كل فترة بقى أقول له طب ممكن تأذن لي النهاردة أبات ما يبقاش كل أسبوع أنا ببات ويبقى هو يعني إيه بيتضايق من الأمر. فأنا شايفة الموضوع في إيديكي يا أستاذة نورة فسددي كده وقاربي واستعيني بالحكمة واستعيني بالحيلة واستعيني بالسياسة كده معاه وربنا إن شاء الله يرزقك بر والديكي وطاعة زوجك في نفس الوقت يا صاحبة السؤال. الأستاذ أحمد وادعي ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال كده وإنك تعاني على القيام بالقيام بحق الزوج والقيام بحق الوالدين الكريمين. الأستاذ أحمد يعني طبعا السؤال كان صعب وقاسي على القلب جدا إنه الإنسان يجد ابنه أو بنته بتتعامل بطريقة مش كويسة وإنه يوصل إنه يطرد الوالد الأب بس في النهاية إحنا بيحكمنا قانون الشرع فإحنا عايزين ما نحكمش الهوى. إن حضرتك تقصد تحرمها من الميراث ده ممنوع وده حضرتك أكيد عارفه. طب أنا عايز أصطفي بعض الناس أديهم مفيش مانع على حياة عيني إني عايز أدي بعض حاجات لبعض الناس من باب إنها يعني أقوم بتوزيع بعض ما أملك على عين حياتي أنا هبة أو عطية عايز أدي الأخ من إخواتي حاجة سواء عينية أو مالية هشتري له حاجة هدي له حاجة براحة الإنسان لكن لابد انه يترك شيء للميراث. اما قصده انه يوزع عشان يحرم حد ده ما ينفعش يا اخي ده هذا امر ممنوع. طيب انا لو عايزه اوصي الوصيه برضو بتنفذ في حدود التلت فقط افتاء وقضاء حتى فانت حضرتك النهارده هتوصي في حدود التلت ما زاد عن التلت لابد يكون باجازه الورثه وده الكلام قلناه كتير قبل كده وكررناه كتير. أنا عايزة حضرتك تهدأ وتطمئن
نطمئن بالله مش بأفعال البشر اللي ممكن يكون علاقتي بيها أنها بنتي أو أنه ده أخوي أو أن دي أختي، لا، الإنسان يطمئن بالله ويسأل الله أنه يهديه. أكيد أنت مش هتبقى حابب تشوفها تزداد تخبط على تخبط، فأنت تدعو لها لا توقعها في مزيد من العقوق بغضب قلبك عليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات، وأنصحها بأنه طول ما هي علاقتها بأبويها أو بأحدهما غير مستقيمة لن تستقيم الحياة بتاعتها. فده ربنا قضى بهذا الأمر إنه وبالوالدين إحسانا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا الله تعالى بقلوب ضارعة خاشعة سائلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لقبول الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.